بأية حال، ها هم ثلاثة فلاحين فقراء تعساء عضهم الجوع، لا يزالون أحياء، يشاركون بعضهم القليل مما تبقى لهم، يشاركون ويحدقون، يحدقون ويشاركون، ويشاركون ويحدقون ويشاركون. ولكن هل تحطمت معنوياتهم؟ هل فقدوا الأمل؟ نعم بالطبع، لأنهم يواجهون الموت جوعا، لم يتبقى إلا حبات الفول. حبات؟ أقصد حبة. لو كان هناك رجل واحد وثلاث حبات لكان مقبولا، ولكن حبة واحدة وثلاثة رجال. عموما الشيء الطيب لا يوجد بها عظم. انظر إلى هذا البطوط التعيس، ليس إلا كتلة من العظم والريش، صورة مجسمة للياس. بطوط يائس، ولكن بطوط لا يتذمر، لا يقطع الأمل. أصبت. لا يا بطوط، يا خبر، اهدى يا بطوط، اهدى، لا تفعل هذا، ستكون على ما يرام. اهدى 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 اهدى. سيكون بخير؟ هذه أكذوبة، لقد عانى كثيرا. ما هذا؟ أية فكرة شريرة تولد في العقل المخبول لهذا البطوط البائس؟ بطوط لا تفعل.